ضيق الوقت تكرموا خلاص صاير مني وعد اللي اعمل لكم محاضره اي سي جي لكل رابع. الاكيوت كورونا سندروم نبلش لانه الزوم راح يخدعنا كمان شويه صح؟ صح يا دكتور بلش. ف الاكيوت كورونا سندروم موضوع مهم جدا ومن الامرجنسيز يعني موضوع لازم نتعامل معه as emergency. Any patient presented to ER or to clinic or anywhere, ممكن واحد بالشارع يوقفك ويقول لك انا عندي وجع بصدري, لازم تتعامل معه على انه this is serious condition. منيح. بعد في ناس بيطلبوا يدخلوا على, شايفين السلايد ولا لا؟ لا دكتور ما في سلايد. لا طيب هسه شفتوا عملت له شير سكرين؟ لا لا كمان هاي طلع صار. ايوه طلع خلاص. فاي اي مريض بيجي عندي complaining of chest pain, I have to deal with him seriously, لانه الاكيوت كورونر سندروم هي 3 components: ST elevation MI, non-ST elevation MI, unstable angina, وكلهم مترابطين ببعض. فممكن المريض يجي complaining of chest pain, just there's nothing else. ممكن يجيني ECG normal, cardiac enzyme negative, but he has a chest pain. As you know, والمشكلة في شباب لسه على الويتنج. لازم نعرف الباثوفيسيولوجي. What happened in his body, this patient, in his body to have chest pain. الأصل إنه بكون عندي a lot of patients, حتى بالكتب إنه الأثيروسكلوروسيس بتبلش بالتين ايج جروب. يعني إحنا كلنا نبلش عندنا أثيروسكلوروسيس, بس it takes long time حتى تكون significant وتعمل coronary artery stenosis وتعمل angina pain. Sometimes due to trigger, whatever the trigger, stress, pain, fear, whatever, بصير في عندي black rupture. The black rupture بفسرها الجسم على انه there's a fissure. فبتيجي first of all platelets, تعمل platelet aggregation وبتبعث messengers لother platelets to activate other platelets to come for platelet aggregation, لأنه هي فسرت إنه this is wound بدها تسكر. فبصير في عندي بالبداية بكون في عندي fresh thrombus اللي هي rich of platelets, وهاي الثرومبس سهل to deal with it, وهاي rich of thrombus mainly بحاجة إني أعمل anti platelets. يعني إذا أنا بيجيني واحد عنده chest pain of unstable angina وبعطيه فقط loading aspirin 300 ملغرام, بكون خدمته خدمة العمر. كويس؟ أنا بعدني بعمل بحكي معكم, بعمل acceptance لزملائكم, رغم أنه أنا دكتور إذا بدك يعملني co-host وأنا بقبلهم عنك. ومن هو قال لك أني بعرف أعمل co-host؟ يعني أنا بالكمبيوتر يعني منيح أني بعرف أشغله. اضحك زي ما بدك عادي, نتفاهم بعدين. فخلينا نحكي بلاش نضيع وقتنا. فالأكيوت كورونا سندروم بتبلش بلاك رابتشر, بليتلت أجريجيشن, بليتلت أكتيفيشن, بصير في عندي ليجن, بصير في عندي ليجن بتعمل يعني ديكريز بالبلود دي فلو. فالمريض بشكي من ألم, ممكن يكون معها another component, سبازم, whatever. المهم بيجي المريض يشكي من chest pain. إذا أنت قلت this is unstable angina وعطيت المريض just crushed aspirin, أنت ممكن تنقذ حياته. إذا أهملنا chest pain وقلنا للمريض ما في شيء يا عم, التخطيط كويس والكاردك انزيم نيجاتيف, ممكن
يتحول من انستابل انجينا لانستيمي وممكن all of sudden يصير في عندي totally occluded artery وندخل بST elevation MI والST elevation MI مثل ما بتعرفوا 20% من هذول الناس صار عندهم arrhythmias or they will die before the hospital وجزء منهم بصير عندهم شوك فنتركل. يعني الآن عندي مريض بالسي سي يو رغم أنه جاني يعني من لما دخل من لما وصلت الطوارئ حتى نعملت له كاث ما فيش يعني 3 minutes إلا أنه لليوم عنده persistent ST elevation والإجكشن فراكشن 30 وإي كاينتيك إيريا يعني ديد فنتركل. لما سألته retrospectively قال لي أنا من مبارح عندي ألم بس شد علي الألم من تقريبا ربع ساعة قررت أجي على المستشفى ومن البيت للمستشفى وحتى دخلنا عليه فكان almost shocked ventricle. فالبدي يا منكو أي مريض بيجي بتستبين how to approach this patient take it seriously. أي مريض بقول لك صدري بوجعني this is serious condition بيبدأ بتستبين. بهمك أنت كطالب رابعة تعرف أنه في another differential diagnosis للتستبين مش كل التستبين acute coronary syndrome لكن إذا أنت فكرت أن هذا is acute coronary syndrome وطلعت مش acute باستثناء الأوتيك dissection طبعا بتكون أنت ما عملتش إشي قد يعني بتفكر بالmost serious. البين كلكم بتعرفوا chest pain of angina pain يعني أنا بحب دائما لما يحكي معي المقيم أو الامتياز يقول لي دكتور I have a patient with typical angina chest pain فيش داعي مع الأيام فيش داعي نظل نقول it's external heavy in nature radiated to the jaw radiated to the arm whatever وبعدين البين بيختلف من شخص لشخص فممكن ناس يكون عنده ST elevation MI ويجيك just the minimal chest pain وممكن مريض يجي simple angina ويكون البين عنده severe ممكن مريض يكون عنده muscular pain ويجي severe pain. قبل كم يوم اشتغلت مريض على أساس أنه acute وشاوتنج وصيح وحاله طلع نورمال كورنرز وانا شغال فيه لما صوته بدقيقتين وطلع نورمال بقول له شو المشكله ليش الالم قال انتم ما بتنطوش مورفين بس انا يعني حتى لو جاي بده مورفين انا صوته تول اوت اكيوت اس تي اليفيشن ام اي او تول اوت دايسكشن الزلمه بيشكي من سيفير بين هاي مشكلته مش مشكلتي وما اعطيناهوش مورفين. في عندنا الديفرنشال دياجنوسيس هذول لازم تكونوا عارفينهم. إذا جاني مريض ستيبل chest pain عملت له ECG normal cardiac enzyme normal I have a time أنا عندي وقت كافي أفكر بالdifferential diagnosis. هاي الdifferential diagnosis قدامكو أهم إشي الأوتيك dissection لأنه بختلف المانجمنت تماما. الأوتيك dissection بده يكون مريض old age hypertensive long standing hypertension uncontrolled blood pressure وبيجي بsevere pain from the beginning يعني بقول لك صاروخ دخل من صدري وطلع من ظهري وبالفيزيكال اكزام بكون في ديفرنس بالبشر بين الرايت والليفت كويس. في عندك الايزوفاجايتس في عندك الانكزايتي في عندك الجول بلادر ستون او الكوليسيستايتس بس هذول اللي بهمني انا منهم بشكل اساسي هي الامرجنسيز يعني النيوموثوركس لانه اذا عملت تنشن النيوموثوركس بتعمل هايبوتنشن ممكن المريض يروح فيها. بهمني الاوتيك دايسكشن لانه ذس از امرجنت كيس وممكن المريض يعني نخسر مريضنا بسهوله وبهمني الأكيوت كورونر سيندروم وبهمني البي اي. طبعا كل واحدة منهم يعني لما تقراهم كل واحدة على حدة في فرق بين الأكيوت كورونر سيندروم والأوتيك دايسكشن و شو هيك الاي سي جي طلعوا لي على الاي سي جي هذا شايفين في ST elevation الاي سي جي تحت على الشمال. اذا المريض اجب chest pain قال لك يا دكتور انا صدري بوجعني وحاط ايده على صدره وعملت له اي سي جي وكان هذا المنظر this is ST elevation MI this is top emergent case. لازم هذا المريض تتاكد من الفيتال ساينز تاعته stable vitally or not تتاكد من الاي سي جي changes وين موجوده anterior MI طبعا الـ ST elevation بتعطينا كلو واضح انه this is LAD territory this is RCA this is CIRC this is whatever. المانجمنت تختلف انتم كرابعة مش مطلوب منكم مانجمنت الان المانجمنت تختلف بين الـ anterior MI والـ inferior مثلا صح تختلف تماما
بس اذا عندي ST elevation this is top emergency, اذا كنت في tertiary hospital مثل مستشفى المؤسس مباشره بعمل activation للكاث لاب. The best option ever انه تعمل لهذا المريض urgent cath as soon as possible, don't waste time. انا بطلعهم من الامرجنسي روم على القسطره, بعمل كاث وبفتح الاتري وبعدين بقول لهم روحوا عملوا دخول. كويس. اذا ما كان عندي كاث لاب, what's the other option? Thrombolytic therapy. قبل الثرومبوليتيك ثيرابي لازم اتشيك الكونترا انديكيشن فور ثرومبوليتيك ثيرابي. في ابسولوت كونترا انديكيشنز ممنوع. مريض جايب تشست بين, الاهل ما بيعرفوا انه this is ST elevation MI or it may be fatal, بس اذا اعطيته ثرومبوليتيك ثيرابي وكان عامل كرينوتومي قبل اسبوعين وصار عنده برين هيموريج, بقول الدكتور اللي اعطاه الابره هذا ابسولوت كونترا انديكيشن. بدك تكون عارف الابسولوت كونترا انديكيشنز ومتى لازم ما اعطي ومتى ممكن. بصير في خيارات عندي. اذا انا بتشري هوسبيتال, ذا بيست اوبشن ايفر كاردياك كاث مباشره. طبعا قبل الكاث يعني بالطريق للكاث بعطي كرش اسبرين, بعطي بليفكس او انذر انتي بليتلت, لانه عندنا المين ستون او الكورنر ستون هون البليتلت بدي تو هيت البليتلت, بعطي تو انتي بليتلت لاسبرين. وفي عندنا بليفكس وفي عندنا برلينتا وفي برازوغريل وفي كان زمان تكلد و و و والدوز طبعا مش مطلوب منكم الان. بعمل لودينج بالانتي بليتلت, بعطي هيبرين كانتي كوغولانت. اذا المريض ضغطه نازل كانفيريور ام اي ممكن اعطيه فلويد, ضغطه نازل كانتيريور ام اي ممكن احطه على سمول دوز دوبامين ومباشره على الكاث لاب, وما اخليش شايل مانجمنت يتاخر الكاث. ديورنج الكاث مجرد ما حطيت انا شيث بقدر احط فينس شيث وبعطي كل الميديكيشن اللي بدك اياها حتى الانتي بليتلت, بعمل لها لودينج على التيبل. الاهم انه دور تو بالون من لما يدخل الامرجنسي روم لما ينفتح الشريان بالبالون لازم يكون less than 90 minutes, والعالم يفتخر بقصر المده. يعني انا لما كنت بالمانيا كان مجرد ما تشخص ST elevation MI يتركب له مونيتور والمونيتور فيه تايمر ويتودع على الكاث لاب. مجرد انت ما حطيت البالون بتعمل اوف, بيقيسوا الزمن والمونيتور هذا بشوف شو التايبز اوف اريثميز اللي صارت من الامرجنسي روم لعند الكاث لاب. يعني من هاي طلعوا ب 20 دراسه واحنا بعدنا مش عارفين ننشر بيبر. يعني جماعه بيعرفوا كيف يشتغلوا والزمن مهم جدا. كل ثاني يقالب بعض الدراسات كل ثاني متاخرها الاتري مسكر بتقلل عمر المريض شهر. اذا ما كان عندي اس تي اليفيشن, مريض جايب تشست بين, ما انت خير بعد في ناس تطلب تدخل على الزوم. اذا ما كان عندي اس تي اليفيشن this is not so emergent, بوقف باخذ نفس وبستنى الكاردياك انزيم, بستنى الكاردياك انزيم. اذا الكاردياك انزيم بوزيتيف I'm dealing with non ST elevation MI. اذا الكاردياك انزيم نيجاتيف I'm dealing with unstable angina. كويس. النون ستيمي ممكن اشوف فيها ST T changes من ST depression to wave inversion وممكن ما اشوف. والانستابل انجينا ممكن اشوف نون سبيسيفيك اس تي تي تشينجز او ممكن ما اشوف. الفرق بين الانستابل انجينا والنون ستيمي هي الكاردياك انزيم. اذا بنرجع نحكي انه التوب ايمرجنت الاس تي اليفيشن ام اي تشست بين اي هاف تو هاف 2 out of 3 حتى اقول ذيس از ام اي سيجنيفيكانت تشست بين with ST elevation MI for a stop. This is ST elevation MI. Chest pain, there is no ST elevation MI, I have to wait the cardiac enzyme. If it's positive, this is non-ST elevation MI. إذا كان عندي chest pain, cardiac enzyme negative, ECG normal, this is unstable angina. In ST elevation MI, حكينا أنها بتكون, بكون عندي totally occluded artery. It's a must إن يكون عندي ST elevation. الST elevation بالchest leads more than 2 وباللمب leads more than 1 والpatient known to have normal ECG يجيني بنيو أنست lift bundle branch block with chest pain, this is acute MI. حكينا البلاك هابتشر البليتلت aggregation, بصير في عندي الميكانيزم ليش بصير هذول امبين وهذول مش امبين. سلايدات موجودين بدكو ديتا أن بعطيكو إياهم ليش بتفعل الكاردياك انزيم. هسه بالST elevation MI معروف انه الشريان مسكر, فممكن بالبدايه يكون الكاردياك انزيم
نيجاتيف وبعدين بيرتفع. بس ليش بدنا نستمي بيرتفع الكارديك انزيم؟ لانه احسن نظريه فسرت الموضوع انه بكون عندي البليتلت اجريجيشن واكتيفيشن بتعمل كتله فراجايل. هاي الكتله ممكن مع البلد فلو يصير في عندي فراجمنت اسمها تسوق على السمول كابيلرز سمول ارتريولز ديستالي وتعمل لي كارديك انزيم. هذا المونيتور هذا الليفت سايد هذا كاث. طبعا هون بحكي عن التايبز اوف ام ايز مش مهم بالنسبه لكو، بس انا في عندي محاضره ثانيه بس للاسف ما بدها تفتح مش عارف ليش، فاضطريت استخدم لكم سلايدات هذول. لاحظوا الكاثيتر هذا اللي على الشمال، الكاثيتر بيعطي داي الليفت مين فيه شويه ليجن، هذا اللي نازل لتحت سيركمفلكس واللي رايح دغري هذا ال اي دي في بياضه عند السهم. This is the thrombus. التايبز اوف ام اي مش مهم بالنسبه لكم، مهم تعرف انه this is ST non ST و unstable angina. هذا السلايد بوضح لك كيف البلاك ربتشر كيف بتصير البليتلتس. بالمناسبه after hours من البليتلت بتكون بليتلت فريش بليتلت just white thrombus. later on بصير في عندي فيبرين، بصير في عندي نيوروسبترز على البليتلت و they bind by fibrin فبتتحول لثرومبس من وايت لرد ثرومبس. كل ما تأخرنا بالمانجمنت كل ما صارت ريتش اوف فيبرين وكل ما كان التعامل مع الثرومبس صعب. حتى الثرومبوليتيك ثيرابي بقول لك the best time within the window within 3 hours، كل ما تأخرت عن 3 ساعات بيزيد الفيبرين وبقل السكسس ريت للثرومبوليتيك ثيرابي. هذول مش التايبز مش مهمين، معروف السبلاي والديماند. شو يعني ليش المريض بشكي من انجينا البين، شو الاشياء اللي ممكن تعمل. هذا السلايدات انا حطيتهم عشان اوجيكم بعض الاشياء. هذا الاي سي جي، هذا الاي سي جي اكيد صوته تعرف وتقرا اي سي جي. لاحظوا على الدوائر، الدوائر الحمراء في عندي بليد 1 اس تي اليفيشن، بالاي في ال في اس تي اليفيشن، وفي عندي في 2 لفي 6. This is anterolateral MI. This is anterolateral MI. ST elevation. وهذا المريض من هسه بقول لكم انه متاخر لما واصل لانه في كيو ويف في 2 في 3 وهكذا. يعني هذا مثل المريض اللي اشتغلته، لو اشتغلت كل ال اي دي وفتحته ممكن يتحسن بس راح يضل عنده باد فنتركل. الكاردك انزيم تعرفوهم في سي كي ام بي وفي الميوغلوبين وفي التروبونين. الميوغلوبين اول واحد بيطلع، ما احنا بصراحه ما بنستخدموش. في عندي سي كي وسي كي ام بي وتروبونين، والان في كتات هايلي سنسيتيف تروبونين. من الديس ادفانتج على فكره ان التروبونين ممكن يطلع باشياء ثانيه، وهذا السؤال بالمناسبه الدكتور اشرف عويس بحبه، بقول لك يعني ممكن يسالك سؤال يقول لك واحد جاي تشست بين عملت له تروبونين وطلع بوزيتيف، مباشره بتبلغ الدكتور محمد يجي يعمل ايرجنت كاث ولا لا؟ بدك تقول له واتس ذا كوزز اوف هاي تروبونين. يعني ما كثير بيجينا مرضى ان ديستيجنال فيلر بيعملوا له كاث، بيعملوا له كاردك انزيم بيطلع تروبونين 0.05 والأبر ليميت 0.04. This is due to renal failure. في causes يفضل تحفظوهم، وفي causes الـ ST elevation يعني بالمناسبة يعني غير الـ ST غير الـ MI. هسا حكينا الـ ST elevation كيف بنتعامل معها، cath lab أو thrombolytic therapy unless there is a contraindication. بتعامل مع مريضي حسب الـ condition stable vitally or not. إذا مش ستيبل كانفيريور ام اي ممكن اعطي فلويد، كانتيريور ام اي ممكن اعطي فازوبريسرز ارفع البريشر، لانه بالانتيريور ام اي بيكون الليفت فنتركل شوك. اذا انا بدي اعطي سيجنيفيكانت اماونت اوف فلويد بدخل البولمونري اديما المريض. بينما اذا كان انفيريور ام اي رايت سايد انفاركشن، الرايت سايد الفيل فيلر، الرايت سايد الرايت هارت قصدي، الرايت هارت ممكن يستفيد من البلد الانسايد ذا فنتركل، فعشان هيك بدي ازيد الفلو، لازم ازيد الفلو مشان ما يصيرش عندي ملتي اورجان فيلر. بزيد الفلو بالفلويد، يعني الانفيريور ام اي مع رايت فنتيكولار انفاركشن اعطي فلويد قد ما بدك، دونت وري من النورمال سلاين. اذا بده يصير بصير عندي المريض رايت ابر كوادرنت بين ديو تو كونجستد ليفر، اما ما بصير عندي بالمونير اديما. بينما الانتيريور ام اي بي كيرفول من الفلويد، لانه سمول اماونت فلويد ممكن تدخلني بالمونير اديما. هلا ان نستمي حكينا كادك انزيم بوزيتيف وتشست بين، هذا المريض بدخل سي سي يو.
وبعطيه كل التريتمنت. التريتمنت دول انتي بليتلت ستاتين، الهاي دوز ستاتين اللي هدول انها بتعمل لي ريستابلايزيشن للبلاك، وبكون عندي مالتيبل بلاك ربشرز. بعطي انتي كوغولنت هيبرين او كليكسين، وحكينا اذا المريض ضغطه عالي ممكن اعطيه انتي هايبرتنسيف، ويفضل اعطيه من الانتي هايبرتنسيف اللي حسنت البروجنوسيس بالام اي مثل الاس انهيبيتر والبيتا بلوكر. اذا عنده تاكيكارديا بعطيه سمول دوز بيتا بلوكر. اذا ديابيتك المريض بحاول اعمل السلايدنج سكيل، اعطيه انسولين اكوردنج تو هيز ريدنجز، احاول اضبط السكر وما شابه. الانستابل انجينا النانستيمي، النانستيمي بيختلف عن الاس تي اليفيشن، ما في اس تي اليفيشن، المريض ام بين وكادك انزايم بوزيتيف، بده دخول مستشفى، بينعطى كل الميديكيشنز باستثناء الثرومبوليتيك ثيرابي. الثرومبوليتيك ثيرابي اولموست كونترا انديكيتد بالنان اس تي اليفيشن ام اي، لانه الثرومبوليتيك ثيرابي في لها مشاكل، تعمل هيمرج، ممكن تعمل برين هيمرج، وممكن تزيد تعمل لي ريتروبيتونال بليدنج، ممكن تعمل لي افري وير بليدنج. الريسك اوف ثرومبوليتيك ثيرابي اسوأ من الريسك اوف نان اس تي اليفيشن ام اي بالاكيوت ستيج. فعشان هيك النانستيمي بعطيهم كل الميديكيشنز، بدخله مستشفى. انا شخصيا اذا كان مريضي ريسكي بحب يضل ام بي او، لانه ات اني تايم ممكن يجيني اكيوت واروح اشتغلهم اثنين مع بعض. الاس تي اليفيشن ام اي ذس از ايرجنت، لازم within 90 minutes ينشغل. النان اس تي اليفيشن اون ذا سيم ادمشن، في بعض الحالات اللي انا بعملها earlier than usual، اذا مريض صار هايبوتنسيف، اذا كان عندي لارج اريا اوف انفاركشن، يعني بلش السي كي 250 بعد 6 ساعات صار 1250 بعد كم ساعه صار بالالفات، that means I'm dealing with large area of infarction. فهذول بحب أشتغلهم earlier. أو إنه I know my patient he has a cabbage with last remaining artery، برضو هذول من الناس اللي بنعمل لهم cath earlier than usual. طبعا treatment the same باستثناء الثرومبوليتيك ثيرابي قلنا. مشكلتنا دائما بالأنستيبل أنجينا. الأنستيبل أنجينا مشكلتها انه انت بالمستشفى مناوب تعبان، شايف لك 20 مريض، اهل مريض مصيحين عليك، الوضع سيء يعني منهك. بيجيك مريض تشست بين، ومش شرط يقول لك تيبيكال انجينا البين، ممكن يقول لك والله دكتور ما انا عارف فيك، هغم بتيجي على صدره بتروح، تعمل له كادك انزيم نيجاتيف، تعمل له اي سي جي نورمال، بتقول له عمو مع السلامه، روح وبتراجع الدكتور محمد الجراح بالعياده. ممكن بعد ساعتين هذا المريض يرجع لك بكاردك أرست، ممكن يرجع لك بST Elevation MI. The most important point إنه to pick this patient. بالمريض الST الممرضة بتيجي بتقول لك دكتور مريضك عنده ST، يعني بتناولك ECG وتقول لك مريضك عنده ST. مريض النانستيمي المختبر بيحكي معك بيقول لك دكتور مريضك كاردك انزايم بوزيتيف، شخصوا لك إياه. أنت الشطارة تاعتك وين؟ بالانستابل انجينا، ومعظم الاخطاء بتصير بالانستابل انجينا. شو هي الانستابل انجينا؟ الانستابل انجينا اني تشست بين، فيرست تايم تشست بين ذيس از انستابل انجينا. اي مريض بتشوفه لاول مره كومبلينينج اوف تشست بين ذيس از انستابل انجينا. اي مريض بوست كابج كومبلينينج اوف تشست بين ذيس از انستابل انجينا، بوست ستنت ذيس از انستابل انجينا. مريض بقول لك يا دكتور انا كنت بتعب لما اطلع على المسجد، بقى قبل ما أصل المسجد بلحظات بتعب، صرت أقعد بنص الطريق. This is unstable angina. مريض بقول لك كنت أخذ حبة تحت لساني باليوم، كل يومين، كل ثلاث، كل أسبوع مرة، الآن كل يوم بأخذ حبتين ثلاث. This is unstable angina. فكيف تتعامل مع هذا المريض؟ العالم ريحونا وعملونا التيم ريسك سكور، وهذا أنا بحبه كثير وبسأل عنه كثير. حتى المقيم لما بيحكي معي بقول لي دكتور في عندي مريض تشست بين بالطواري، بقول له احكي لي قديش التيم ريسك سكور تاعه. التيم ريسك سكور هيهم 7 بوينتس موجودين قدامكم على سلايد. هذول بتهم حفظ، حفظ بصم، حفظ بصم. والله يا دكتورة مريم بالويتنج روم هسه احنا صرنا ما نطلع. بعمل
assessment لمريضي ما في كادك انزيم ولا في ECG changes I have a time بسأله. طبعا بالأول أنت بتكون على الأقل عارف البيشنت بروفايل، إذا المريض جانب سيفير بينه وحاط إيده على صدره ما بضيع وقتي وأنا أسأل فيه هيستوري. خلاص كومبليت بالدست ECG كانولا vital signs ECG مباشرة within 10 minutes لازم أكون قارئ ECG في ST or not. ما في ST بنزل درجة الخطورة من القصوى للمتوسطة، بعمل assessment لمريضي I have a time. الكادك انزيم بدها نص ساعة تطلع، على الأقل بدها نص ساعة. في طبعا بعض المستشفيات فيهم كت زي كت السكر إلى التروبونين، يعني نقطة الدم بقول لك التروبونين بوزيتيف أو نيجاتيف. الانستابل أنجينا مش عارف، الانستابل أنجينا بيجي المريض دكتور صدري بوجعني، وكثير من المرضى قلت فيه كبور هيستوريانز مش يعني بعد 10 دقائق بخلص الزوم. تسأله من ضمن الأسسمنت تاعك، بتسأله هذول السبع أسئلة وبتشيك عليهم. لاحظوا 65 سنة and above بعطيه 1 point، risk factors or above بعطيه 1 point، برير كورونر ستينوسيز إذا عامل قسطرة وعنده ستينوسيز more than 50% بعطيه plus 1. How many attacks of chest pain in the last 24 hours؟ في كثير ناس على فكرة بصير عنده chest pain at night وبقول لمرته خلص للصبح من بروح على المستشفى وانا طالع على الشغل، او بكرة بدي اخذ فلان على المستشفى بروح معاه، يعني at least من قرايبي انا بعرف اثنين بالطريقة هاي ناموا ما صحيوش. اذا المريض باخذ اسبرين ولا لا، انتم بالهيستوري اخذتوا البيشنت بروفايل قديش عمره، اخذتوا الباست ميديكال هيستوري إذا عنده ديابتك هايبرتنسيف هايبرليبديميا، الباست سيرجيكال إذا بدنا نقول القسطرة بدنا نعتبرها فيلو بوينت. الإي سي جي قلنا في كراتيريا لازم يكون مور ذان 2 بال 2 سمول سكويرز بالتشست ليدز و1 سمول سكوير باللمب ليدز. أي إي سي جي تشينجز بعطيها بلس 1. الكاردك انزيم قبل شوي قلنا المختبر بيقول لي كاردك انزيم بوزيتيف ونيجاتيف، صح، بس لما يكون الثريشولد عالي، يعني التروبونين تي لازم يكون حتى يكون بوزيتيف لازم يكون مور ذان 0.04، الاصل بالتروبونين يكون 0. طيب بتوين 0 و 0.04 ذير سم انزيم ليك، وفي بعض المراجع بتحكي اني انزيم ليك يعني ام اي. احنا اذا طلع عندي تروبونين زي مختبرنا بحكي لك 0.0006 there's some enzyme leak، لكن مستحيل تكون ام اي. هاي انستابل انجينا ترفع لي السكور، بجمع قديش المريض حصل من قديش المريض حصل من التمريسك سكور. لاحظوا هذا الجدول، اذا كان عنده 1/7 الريسك اوف complications من MI وغيره وديث و و و 4.7% تقريبا حتى 2 يعني small percentage، وهي تقريبا موجودة عند النورمال population، فهذول المرضى بعتبرهم low risk patients. طبعا قبل ما أروح مريضي من المستشفى إذا بدي أقول له أنت low risk بتأكد إنه there's no more chest pain. يعني إذا المريض ظل عنده بازستنت تشست بين ولو كان التمسك سكول له، ممكن أخليه بالإمرجنسي روم وأعيد الكاردك إنزيم أو أعمل انفستيجيشن تول أوت أذر كوزز أوف تشست بين. اللي عندهم 3 و4 يعني من 13-20% من هذول الناس بصير عندهم إيفنتس سواء مايوكاردال إنفاركشن أو ديث، وحصلت إنه تروح مرضى من الإمرجنسي روم عندهم التمسك سكور عالي ورجعوا كاردياك ارست، وواحد بعد ما روح حكوا معاه قالوا له عمو تعال انت عندك طلع الكاردياك انزيم في ليك ارجع، وما رضيش يرجع وراح اشتكى ثاني يوم اجى على المستشفى اشتكى على الاطباء وهو طالع من المستشفى ارستد. كان يعني رافض فكره انه يدخل المستشفى ابدا لانه هم غلطوا بحقه. هذا انترميديت ريسك 3 و 4، انترميديت ريسك ما بتروح، هذا بتدخل المستشفى.
اذا ما فيش عندي سي سي يو كارديك كير يونت بدخله فلور وبسلم واحد من الاطباء الجونيورز او الامتياز او حتى السيستر انه بليز وذ اني تشست بين دو ان اي سي جي اند ريبيت كارديك انزايم ممكن يتغير السكور يرتفع وبعطيه كل التريتمنت بحطه على هيبرين بليفكس اسبرين ستاتين اذا ضغطه عالي بنزل ضغطه اذا تكيكارديا بعطيه سمول دوز بيتا بلوكر بحاول اريحه للمريض بكل الوسائل والطرق بس ما في داعي هذا خليه ام بي او باكله بشرب وبعمل له سيريال كارديك انزايم كل 8 ساعات وبسلم السيستر انه اني تشست بين اعملوا لي اي سي جي واعملوا لي كارديك انزايم لانه ممكن ديورينج الاتاك اوف تشست بين يصير في عندي اي سي جي تشينجز بترفع السكور بصير بدل 4 5 سكور 4 5 6 7 لاحظوا من 26 ل 40% ل 41% من هذول الناس بصير عندهم ايفنتس يعني تخيل انت تروع 10 هاي ريسك بيشنت من الامرجنسي روم لانه الاي سي جي نورمال والكارديك انزايم نيجاتيف يرجع لك منهم 4 باس تي واللي راجع ميت واللي راجع كارديك ارست مصيبه يعني واحد منهم كفيل يكسر اهله المستشفى والمستشفيات اللي حوالينا الهاي ريسك بيشنت لازم يتدخل سي سي يو وينعطى كل التريتمنت اللي حكيناهم وممكن نعطيه دواء ثاني اسمه اجراستات اللي هو جليكوبروتين 2B3A انهبيتر بيمنع الفيبرين بايندينج واذا شفت مريضي هاي ريسك انه ممكن يحتاج كات ايرلير ذان اذرز بخليه ام بي او وببلغ الكارديولوجيست المناوبه انه عندي مريض لوكس ال تن ريسك سكور تاعه سكاي هاي هي مي نيدز كاردياك كات as soon as possible. هاي يعني مرقة سريعة على الأكيوت كورونر سيندروم. اللي حاب يسألني سؤال يسألني بسرعة لأنه الوقت almost gone. ما حد بده يسأل؟ بعد معنا تقريبا 4 دقائق للأسئلة يا شباب يا صبايا. يعطيك العافيه اذا بتقدر تعطينا الملف حطينا اياه الله يسعدك من السلايدات هذول سلايدات دكتوره مش لكم هذول سلايدات شيء ادفانس عندي سلايدات بس للاسف ما ضوش يفتحوا شكله في مشكله بالكمبيوتر يعني السلايدات تاعكم مش هذول انتم ما بيلزمكم هذول هذول شيء ادفانس طيب دكتور معناته حط لنا اياهم اللي بتحكي عنهم على الايميل الله يسعدك طيب بس بس الاقيهم ان شاء الله بس يقدروا يشتغلوا على الكمبيوتر لانه في مشكله بالملف تمام دكتور شكرا وحكيت لك عندك ملف كمان اعطيتنا عند الاي سي جي ملف للاي سي جي كويس يا ريت كمان اذا تقدر تحط لنا اياه بدي اعطيكم محاضره اي سي جي بدي اعطيكم اياه نفس الملف بدي اشرح لكم اياه شرح مفصل دكتور تمام دكتور شكرا يعطيك العافيه لا اي سؤال اي سؤال على اكيوت كورونا سندروم يعني هي الاكيوت كورونا سندروم التشخيص تاعها سهل المانجمنت تاعتها الاهم وانتم مش مطلوب منكم مانجمنت احطنا الديفرنشال دياجنوسيس للاكيوت كورونر سيندروم حكيت لكم اذا مريضي ما عنده اس تي اليفيشن ام اي اي هاف ا تايم شو التايم يعني بعمل تشست اكس راي تشست اكس راي بتعطيني كلو اذا عندي نيومونيا اذا عندي ريبز فراكتشر اذا عندي نيوموثوركس اذا عندي وايد ميدياستينم اذا عندي اوتيك دايسكشن تشست اكس راي لحالها بتعطيني excellent data بشيك على ضغط مريضي مزبوط باخذ history details history من مريضي اذا عنده reflux اذا عنده esophageal problem امبارح عملت مريض عنده cytomegaly virus infection بالاسوفيجاس وصار عنده structure لدرجة انه مش قادر يبلع يعني كان بده stents وما قدرت احط له اياهم لانه لازم ياخذ medications وما قدرش ياخذ medications فحكيت لهم اعمل دايليتيشن بالاول عند الجي اي وتاكد لي انه فيش ريسك من الاسبرين والبليفكس بليدنج وبعدين بحط لك ستنتات يعني بسوى كمان انه نوسع مداركنا ونفكر بالنيوموثوركس نفكر بالبي اي نفكر بالاوتيك دايسكشن نفكر بالايزوفاجايتس نفكر بالتروما نفكر بالجول بلادر ستون اذا كان مريضي ما عنده اي سي جي تشينجز ولا عنده كارديك انزايم ليك يعني كان ستيبل انجينا وبشوف التيم ريسك سكور اذا لقيت التيم ريسك سكور لو ومريضي بيتالم يعني مش بتحسن الالم بفكر انه في عندي ديفرنشال دياجنوستس ممكن يكون شيء ثاني تماما يوم من الايام
احد اطباء الطوارئ حكى معي وانا مقيم، قال لي مريض اكيوت كورونري سندروم وتشست بين، واعطيته 5000 ابرين واعطيته كرش اسبرين بس تعال عشان تدخله. لما نزلت على المريض ما كنتش يعني اثق في اطباء الطوارئ بصراحه كثير. لما نزلت على المريض سلامتك عمو، مش قادر يحكي مع واحد، بقول له عمره دخل مستشفى، عمره عمل عمليه، وانه بقول لي معنا تقرير طبي من دكتور في عمان مكتوب عليه ان اوبرابل اوتيك دايسكشن، يعني هو جاي وبيعرف انه عنده اوتيك دايسكشن وما في مجال يعمل عمليه، والطبيب اللي عندنا اعطاه بلبكس واسبرين وهبرين. طبعا مات بنفس الليله يعني الله يرحمه. يعني خلي ببالكم انه في ديفرنشال دياجنوستس. حد بده يسال شيء؟ طبعا الاعداد بتناقص ما شاء الله، صرنا عدد الان 74 بس مش مشكله. حد بده يسال شيء؟ واضح الاكيوت كورونري